خراب. بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، كل محبين ومتابعين قناة اليوم موعدنا حلقة مهمة. الأستاذ الشام مترجم المحترم رائد، نتكلم عن ايديولوجية مهمة جدا، ألا وهي هل اليزيديين من نسل آدم أم لا؟ أستاذ رائد تفضل، معاك الكاميرا ومعاك كادر الفيلم، تفضل. مرحبا، تحية لكل الضيوف والمتابعين الأكارم. أنا اسمي رايد، حكون مترجم بصفتي مترجم في جلسة الحوار. هحاول قدر جهدي وإمكاني أن أوصل فكرة الترجمة على أكمل وجه. أنا كوني مترجم طبي معتمد غير مختص في مجال اللاهوت أو الدين من ناحية الترجمة، قد يكون هناك وقفات قصيرة في حال الترجمة احتجنا إلى تفسير للترجمة من الأخ الأستاذ محمد أو الأخ أستاذ شانو. يكون بصفتي مترجم حكون الصوت في جلسة الحوار للترجمة بدون شكل، لأنه في هذه الجلسة ليس لدي مداخلة شخصية ولا لدي تعليق أو رأي خاص في الموضوع. كل ما يقال سيترجم على أكمل وجه حسب الخبرة وحسب الطاقات الموجودة لدينا. مع جزيل الشكر لك ولكل الضيوف المتابعين. قالي برا قالي دوسا قالي هفالا أصدر باس بم وكو ترجمانك ورقيرك جبركو نا از ترجمانكم ورقيرك طبي ما القلقنا خوش خانة من كاركريا وشولكريا بدينها اجبر هندي اختصاصي مي كو نا مجال ترجمة أولايا، بس وكزانينا خو كارينا خوا أبرو أمي كدك إشوار بيشكيشكن وكا كارينا خوا وسلاف وريس بواتفا وبو استاذ محمد وبراي براي شانو سلاف وريس اشترى كرايدش برای محمد را و هر وحاش دوست و حوال آرز هفیدارم وی باره جارکتی کاربن پروگراما کی هجای زانیارینن هجای سر ازداتی و بیرو باوریا ازداتی رسن و گفنار بین زمان و ام بدن ناس کرن چش ملت مرا و چش ملت غیری مرا و که اش غیری بیرو باوری مرا و که هر ملت دي چه عربو چه هر ملت دي السروي بيدنه. تحية طيبة لك أستاذ محمد وللمترجمين وجميع المتابعين الكرام. الليلة ستكون مهمة جدا. سنتطرق إلى حقائق ومعلومات عن العقيدة الأزداهية والدين القديم، حتى يتسنى لبعض القوميات وبعض الملل الأخرى من معرفة الحقائق والمعلومات الموجودة والمتوفرة في عقيدتنا وفي الطريقة الإيمانية الروحانية التي نتبعها. تفضل أستاذ محمد.
أستاذ رائد، هل الآن سمعني؟ أستاذ رائد. نسمعك بشكل جيد أخ محمد. طيب، أنا قلت لحضرتك في البداية بعد تحية الأستاذ شان وبعد تحية لسعادتك وبعد التحية لكل المتابعين لقناة حقائق الأديان على البث المباشر في المنتديات. طبعا احنا بنشكر الاستاذ رائد للترجمه المحترمه، بنشكر الاخ شانو للفلسفه التي هو يمتلكها لتوضيح هذه الفلسفه او العنوان المهم، هل اليزيديين هم من نسل ادم وحواء كما يقال في الاديان الابراهيميه ام لا؟ اعتقد ان هم يختلفوا، مش مشكله تختلفوا، ولكن ثقافه تقبل الاخر غير معلومه بالنسبه للاديان. سؤالي لحضرتك يا استاذ رائد من البدايه، من هو اسم أو ما هو اسم الإله الخالق للإيزيدية؟ اسمه وصفاته، تفضل يا فندم. بري حموتشتي برسيارة من بوتا نافي وي خداني نافي وي أفرينري البا إيزيديا كيا أو أفرينر أو خدان أو خدا رنگ دیرد وی چوانا صفات وی چوانا تو کاریج مره بحث بکی. سپاسش به پرسیار هجارا. شکر على هذه على هذا السؤال القيم. الازداتی دا گلک ناوید خداتی هینا في ال في الأزداهية هناك أسماء متعددة للخالق. نافي هري مصن الأزداهية دا شخدا رتي قوتن خدي أنجي خدا. والاسم الأسمى للخالق الرب هو الذي نسميه خدا، خزا الذي خلقني أو الذي خلق نفسه، العفو. خدا البيرا نافي يهري بها كوبية زمان أوجي أزدا أزدان إزدان يزدان أبنا همو يك معناينا بفان زمانا تيبوتن. يلي اسم الخالق الرب خدا أسامي أسمى وهامة جدا حيث تعطي نفس المعنى والدلالة، كما اسم يزدان أزدا 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 أزدان يزدان يزدان الأسامي التي ذكرها الأخ شانو. نابن دي آدي واتا إبلنت. الأسامي الأخرى كما اسم كما لاسم آدي الذي يعني العالي أو الأسمع. وأف نشيخ خديا نشيخ آدي آدي نافك شنافن خديا. اسم آدي هو أحد أسماء الخالق الرب خدا، ليس كما مذكور في اسم شيخ آدي أو شيخ عدي، هذه لا ترتبط أي ارتباط وثيق باسم آدي. آدي بشن زمانو كاتي قوتن وكا آدي إيداي آداي نيرومي اي ام داين او بجشتيجي هموي. آدي ينطق في لغات عديدة كما يلفظ اي داي الذي خلقه، آداي الذي خلقها،
للدلالة على الذكر والأنثى وآدي الذي هو الخالق بنفسه. وإي أم داين إي أم داين والذي بشكل عام بشكل عام والذي خلقني ككل. نافك جنابن دي إن خدي مند. هناك اسم آخر من أسماء خدا ال 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 الأسماء هو نطلق عليه مند. مند دلالة لإسم خدا. مند مندا منداي أفجد بيسه نافين خدي بيكرا مند مندا منداي. وهذا الاسم مند يتفرع إلى ثلاثة أسماء: مند مندا مند مندا مند مندا منداي. دنينا تدنكرت أها ببورن قال لي دوستو هافالا المعذرة لقطع الصوت كما ذكر أخ شانو اسم مند يتفرع إلى ثلاث أسماء أو فروع: مند مندا منداي. نافك جنافن دي خودي دايا دا دا بمعنى دايك ناف دايكي جي هرش بيكي هاتي قوتن دايك دا دا نافك جنافن خودي. اسم آخر من أسماء الخالق خدا الذي هو دا دا المشتق من اسم دايك في الكردية. دايك التي تعني الأم الوالدة. دا الأم. أفناف جدي سابية سي سيناف قريداي يكن دا اي داي اي أم داين اي ددا بردوامة يعني. وهذا الاسم دا أيضا يشتق إلى ثلاثة فروع أو ثلاثة أسماء: دا إداي أو العاطي والمعطي والذي وهب أو أعطى أو خلق. أوجد بي إداي إي أم داين إددا واتا بردوام. وهذه تعتبر دورة مستمرة. الخالق الذي خلق والذي يخلق باستمرار بلا توقف. نافك جنافن خدي اندي بيرا. اسم بير. آخر للخالق وهو مرادف له البير. بير واتا هشمندي زانينا رها حقيقة تمامتي. البير المعنى من البير هو الاسم الآخر المرادف الآخر للخالق وحيث يعني إله الحكمة أو خالق العقل أو الحكيم الأزلي كما نطلق عليه. ونافكي ويدي بير بيبرو بيري برو بيري واتا تجي جزانين. والاسم الآخر هو برو بيري بر الكمال والتمام الكمال والجمال
أي بمعنى هو زاني بيري زاني المعرفة الكاملة و و و والتامة وكمالتي تجيتي والكمال والتمام هر السر نافي بير نافك دي هي جرد بيجن بيري كار ان بيري كارا هناك صفة أخرى أو لقب آخر مشتق من كلمة البير والذي هو بيري كارا بيري كار ان بيري كارا يعني تشتك بي خدي نابي ونبويا هر تشت وكا الأزداتية بجي هر تشت لريدة هر تشت بخديرة هو أيضا بيري كار وبيري كارا الذي نسميه الحكيم العامل أو الحكيم الذي عمل كل شيء كما نقال في الأزداهية هو الذي يمهد الطريق وهو الطريق الأبدي الغير منتهي يعني از خوازم به گوتن دي سا دوباره بكي جرا بيجي الازداتيه ده بيجي هر تشت لريده هر تشت بخدير نقول في الازداهيه هو كل شيء في الطريق المستقيم سيكون بمحاذاه الخالق خدا سيكون بجنب محاذاه الخالق خدا نافك جنابين دي ان خدا طاوسة اسم آخر من أسماء الخالق خدا وهو طاوس ينجي طافا سرا كما نطلق عليه طافا سرا الذي وهو طاوس بلي كرمك الله طاوس واتا طافا سرا واتا روناهيا سرسرا وطاوس نا عزازيلا ونا ملائكة بلكو نافك جنابين خديا واتا روناهيا سرسري همو بونا وركي هر تشتكي الكون دهي روناهيا سرسري وي جيرتي قوتن طافا سرا يان طاوس واتا روناهيا خديا والمعنى من كلمة طاوس الذي هي كلمة مركبة لكلمتين تافا سرا والتي هي ضوء السماء أو السطوع في الأعالي أو في السماء وهو ليس كما يطلق عليه طاوس ملك رئيس الملائكة كما يدعي بعض الناس هو الخالق وهو نور السماء ببورك ببور شانو برا مقطعي تالي تشبو ترجمة مقطعي طاوس نملائكة ونعزازيلة طاوس ليس بملاك وليس بعزازيل وطاوس نافك جناب خدي واتا روناهيا سرسرا وطاوس هو اسم من أسماء الخالق الرب خدا حيث يقصد به ضوء السماء أو ضوء الكون أو إله أو رب الشمس والضوء طاوس معناه كديش معناه طاوس هزو سنبلي يكسانية توازنة كذلك صارو برما هيفو روجة هناك تعريف آخر لكلمة تاووس حيث هي القوة الموجودة في الكون هي القوة المتوازنة المتساوية هي القوة التي تنظم كما هي تنظم تنظم كوكب الأرض وتنظم القمر نجمة القمر واتا هرقف نافا هر مروفا كيدا توازن شيبو خداتي وهزا خداتي
ويش دايك بي مروف كاري بيجي قوتنك هيد بيجي من عرف النفس فقد عرف الرب. الفردة معناه آفي معنى طاوس عين أبا طاوس طاف وهيف يعني تشبو راس يعني رشو سبي يعني هيفو روش يعني هردو آلين مروف كو حفصنجي يعني جي توازني تيدا بي أفاكرن چل آلية روحي دا چل آلية مادية دا ويشاغي مروف كاري بيجي خو ناسكر وخو دا ناسكر. طاووس هي القوة المتزنة. طاووس قوة الطاووس من تحل في النفس في النفس البشرية تولد توازن في في روح الإنسان بحيث هذا التوازن في الإنسان يسبب الصحوة لدى الإنسان بمعرفة الحقيقة من غير الحقيقة، من كشف الأبيض من الأسود، كشف كما يقال في المثل العربي من عرف نفسه عرف ربه أو خالقه. ففي المفهوم في العقيدة الأزداهية طاووس يعني مفهوم التوازن، توازن في الطبيعة، توازن في الروح البشرية، في نفس الإنسان كما ذكره أستاذ شان. طاووس الآلية جديدة واتا مروف كاربي رشو سبي جهفدو جداكا قنجو بيش جهفدو جداكا الري ونالري جهفدو جداكا. كذلك طاووس بمعنى آخر يعنى بالكشف أو التمييز بين الأسود والأبيض، التمييز بين الخير والشر، التمييز بين الحب والضرر، الضر أو الضير أو الحب أو المحبة. نافك جنافن ديان خدا جيرا تيغوتن آفرينر. كذلك اسم آخر من أسماء الخالق خدا آفرينر. آفرينر أي المجبر الكون أو مكون الكون. نافك جنافن دي بي آفريدكار. أو الاسم الآخر كما يعرف أفريدا كار أو المكون أو صاحب التكوين. أفهردو نافجي إشبيفا آ ألف نافك جنابين خدية ألف آ. وكما أيضا الحرف ألف أو حرف آ كذلك يعتبر اسم من أسماء الخالق. والسر بيفا آفرينر وآفريدا كار هاتي آفاكرن. وهذا الاسم بني على أساس الأسماء التي ذكرناها آفرينر وآفريدا كار، المجبر الكون وصاحب التكوين أو المكون. نيرينا فان هردو نافادا آفرينر وآفريدا كار واتا تشتي بي قبول كرن. بين الأسامي الاثنين الذين ذكرناهم المعنى الجوهري بمعنى قبول الأمور أو قبول الأشياء. يعني الراستي دا قابت بيسر معناه ناف بخوي يعني نعم يعني بلي. حقيقة الأمر وحقيقة الاسم من تنطق الاسم بالصورة الكاملة فذلك يعني كلمة نعم المقتبسة منها. بلي جخداتيتي
اج خداتيتي واتا غابا هكا بيدفيا مروفا كيبتبي هكا لازمتيا كسا كيبتبي هكا حيوانا كيبي اكا هاتشتكي بي هر غابا تا وبلي جيركر واتا تش طرفا خداتي وخوزاتي وجيانيش كسا كيركر ا سمبلي فيكي كوت خداتي الناف خدا جيبكي وت خداتي بخمليني كلمة نعم هي كلمة مشتقة من اسم الخالق والسبب يعني كلمة وكلمة نعم بلي. كما في اللهجة الكرمانجية نقول أري بلي هذه هي نعم والنعم هي مشتقة من اسم الخالق والسبب سأذكره كما يلي نعم هي كلمة لأن كلمة صدق كلمة خير كلمة محبة عندما هناك ترى إنسانا محتاجا فقيرا قد احتاجك بشيء أو أي مخلوق آخر وساندته وقلت له نعم وهذا النعم جاء من صدق وإخلاص وحسن النية في ذلك الوقت بنيت خالقا خدانا إلها عظيما في داخلك وفي روحك فذلك الكلمة قريبة من الرب خدا خالق كلمة لا تنشق ولا تنفصل عن الخالق كلمة نعم هرش سر في قوتني اتبيجي الازداتية اتبيجي اريني جخداتي نريني جنزانتيتي وكما نقول في العقيدة القديمة الأزداهية نعم نعم تأتي من الخالق وكلا كلا تأتي من الجهل وعدم المعرفة نافك جنافين دين خدي وكلا كلا تأتي من الجهل وعدم المعرفة نافك جنافين دي خودي اتبيع پرورد كار يان پرورد غار والاسم الآخر للرب خدا هو الذي نطلق عليه پرورد كار خالق التعليم المعلم الأزلي أفش سر نافين خودي أم تبيشن زيادة هذه النقاط بخصوص إله اسم إله الرب خدا حسب السؤال الذي طرحته أستاذ محمد طيب أنا بشكرك كتير جدا أستاذ رائد وبشكر أستاذ شانو بس هو في سؤال هذه المعلومات التي أسردها الأستاذ شانو عن طاووس ملك إدى مواصفات وأنواع وتعريفات جديدة عن طاووس ملك أتمنى أن هو يقول لنا بس إيه المرجعية اللي إحنا ممكن نستند عليها لمعرفة صحة ما يقال لأن حضرتك تعلم يا أستاذ شانو أن في اختلاف كبير جدا بين الطبقات لو أجاز التعبير أو بين الأساتذة اليزيديين فعايزين نعرف إيه المرجعية لحضرتك تتكلم من خلالها النقطة الثانية أو السؤال الثاني يعني بعد أن أستاذ شانو جاوبنا على السؤال الأولاني ده السؤال الثاني هل حضراتكم من نسل آدم وحواء كما يقال في الأديان الإبراهيمية المتعارف عليها أم حضراتكم نسل يختلف تماما تفضل ده برسيار كاك شانو برسيارة يا كمين أف قوتنا تقوتي السر نافي خداي طاووس قالك جوان بريك فتاني برسيارة من أوا قالك رنق دير دنو قالك صفات دنو قالك پیزانین و معلومات دنو تا ابرو پیشکش کرن تا بو ما آنین زمان تبلیف کرن هاگر تو کاری بی اشکرا ما خواه بچک شروع کرنه بو وی سوالا یکمین او پیزانین تا
إش كان جاف كانيا ورقرتينا وقازنش كرينا وشاوا قهشتينا دستيتا إشباركو حقرتي كور لبنري لناف 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 بندا لناف بينا إزديان بخوندا لناف بندا طبقتين وان روشنبيريد وان تشينيد وان أف قوتن نهمو وكهف وان قوتنا وان بيزانينا تينا زمان ودبيجن أف يكامين برسيار برسيارة من ياد دوي وجي الآلية خوقيتك وكا قوتي برسيار دبيجد قالو إزدي وإزدياتي دوندا ونفييت حوا وآدم يانا إزدي وبهوريا أزداتي جخوينا حادم آدم وحواينا إجبركو قالك كاسحينا دبيجن آم نش مالبات أو نش خوينا حادم آدم وحواينا سعد خوش برسيارة يا كم تشتغنين بنافي الطبقات الناف أزداتي دا أواكو إيرو هي أو شيخ حدي ودارو دستي شيخ حدي أفتشينو طبقات شكرينا بلكو جواكا أزدائي همو يكويا حتى خيل تيدا نبوينا واتا عشائر تيدا نبوينا بخصوص القسم الأول من السؤال يكون لعلمك ولعلم الجميع ليس هناك طبقات في العقيدة الأزداهية وكما ذكرنا سابقا بعد مجيء شيخ عدي بن مسافر وانتهز السلطة واستخدم السلطة التي كان بيده لأغراض ومصالح خاصة منذ ذلك الوقت حدث ما حدث أما في العقيدة القديمة الأزلية فلا وجود للطبقات في العقيدة الأزلية مثلا نافي طاوز شكر نافي كيف أذكر يسر طريقة عدوي الشيخ عدي ابن مسافر الأموي شكري وفكري خوش فكري حسين الحلاج ورقتيش كتابة بالنسبة الطواسيين بالنسبة لفكرة الطاووس التي تبناها العدويين وأتباع الطريقة العدوية هذه معروفة واتبعها عدي وحاشيته وهذه فكرة الطاووس تبنوها أو اقتبسوها من أفكار حسين الحلاج والكتاب المعروف والمتداول بكتاب الطواويس الطواسيين العفو الطواسيين أفكر شيخ حدي ودارو دستوي الناف جواكا أزدائيتي دا تشيكر كو أنما طاوز كنافك جناب خدي بو يم البروغراما كوية ديجي دا قوتيا كريا ملايكة وهذه العقيدة انتشرت بين العدويين بعد مجيء شيخ عدي وتبناها وحرفها وحورها إلى اسم طاوس الملائكة الغير موجود في عقيدتنا أفنافش وردة شكرن چونكو ديتن مروفة أزدائي روغها وان روجة وهاگر روج نميني آگر مقدسات و پيروزياوية هي چونكي آگر يان روناهي يان روج وكا نورا خوده تيديتن وكا روناهيا خوده تيديتن قاموا بخلق فكرة هذه الفكرة لأنهم بعدما جاءوا تمعنوا في الإنسان الأزداهي بحيث إن قبلته كان باتجاه الشمس والشمس وكان مصدر الدعاء
الوحيد الذي كان يطبقه ويمارسه الإنسان الأزداهي، وكذلك فكرة النار التي تعتبر مقدسة، لأن ذلك النار من انبعاث الشمس كما في العقيدة الأزلية. هل بد شيخ عدي إجبر مروفكي سياسي بويا ومروفكي أوليجي بويا العيني وقت ده خوستيا في فكري بقازان جا خود ببا و طاوز بك ملائكتك وبك عزازيل ومسألة آقر بقريب ده وشيروك أوكا شيروكا كل بسلمانتية ده هي وإسلامتية ده هي في فكري ده والوري ده إزديا بك شيطان برست. كما معروف شيخ عدي كان شخصية دينية وسياسية في الوقت ذاته، وقام بتحوير هذه اسم طاووس إلى طاووس الملائكة، وقام بتغيير العادات والطقوس كما كان يناسب هواه هو وكما يناسب أغواه هو، فقام بتحويل اسم طاووس إلى طاووس الملائكة، وأدخل إلى هذه العقيدة القديمة قصة الملائكة وعدم السجود، وهو الذي خلق هذه الفكرة بعدما جاء بهذه القصة الدخيلة وأدخلها إلى العقيدة وجعل من المحيط يطلقون عليهم عبدة الشيطان. طب أنا آسف. أولا الأستاذ شانو بعد التحية أنت بتقول كلام كبير جدا وبتقول كلام مهم جدا، ولكن السؤال بيطرح نفسه، لماذا الإيزيديون تبنوا هذه الأفكار يا فندم؟ ليه ما كانش في وقفة من المؤرخين والكتاب حاليا بإزالة ما جاء به عدي بن المسافر على حسب تعبيراتك؟ نفهم بس فيزانين وزانيار انت آنين زمان قلق تشتكي جرينج برسيارة من بوتا أوع بوشي خلقي يزدي أف هزرا أف فكرة هگر نه درسته بوچی خلک ازدی له خدان درکت له خوی درکت جبر چه گلو نویسکارید روشنبیرید ازدیا نینن نکارید ویچتی راکن گلو میجوان او میجو نوس نویسرید میجوه گلو نبون او کس یت کاربن بخواندن و بنویسن و وانتشتا اجناف خواه سپی بکن بدن آلی اش کتاب و پرتوگید خواه. یک گاوا شیخ عدی هاتی وکه چاوا اسلام الریا فتوحات رخوست دست بسر دنیای دا بکره و الریا اولا اسلامتی را همو دنیای بابش بن دست خواه و فکر عربی دست بسر دنیای دا بکره. شیخ عدی جی عیناً بعيني أفكار هاتية واتاب فتوحات الإسلامية هاتية اللي با فتوحاتك فكري نبشر هاتية اللي قافا قهاية جيخو سلطاخو هرقسي باور في نكرية وفكري وقبول نكرية كشتية والسردست الشيخ عدي زيدي سيصد حتى 500 بيري أزدائي هاتين كشتن. كما معروف أنه منذ بداية الإسلام وانتشار الدين الإسلامي كانت هناك حملات لتوسع الدين الإسلامي وفي حقبة زمنية معينة حاول المسلمون السيطرة على الأرض في جميع أنحاء الكرة الأرضية وتسلط نفوذهم وتوسع نفوذهم في كل أرجاء المعمورة،
كما في الحملات المعروفة في كل البلدان. وأقول لك بأن عدي بن مسافر جاء بحملة فكرية مقتبسة من الإسلام، وجاء لكي ينشرها بين القوم الأزداهي أو الملة الأزداهية. وبعد ما استولى على الحكم ووصل إلى ذروة الحكم، حاول أنه أن يجلب الكل الجميع إلى حاشيته، أو يحرف أو يحول الجميع إلى ديانته وعقيدته التي أنشأها. ولكن كان هناك الكثير من الأزداهيين لم يؤمنوا بأفكاره، والذين لم يؤمنوا بأفكاره ولم يتبعوا نهجه قتل منهم الكثير من الأبيار. والأبيار الذين قتلوا على يده ما يقارب بين 300 إلى 500 بير من الأبيار القدماء العقيدة القديمة لم يؤمن به فقتله. هكر ام بنيرن دماكو شيخ حدي هاتي 600 حتى 700 سالي بمروبي ازداي ومروبي كرد بقشتي البرخدان كو فكري عربي واسلامتي قبول نكن واتا 600 حتى 700 سالبو فتوحات اسلامي السر اخا مال سر زمان ما ابردوام بو. الفتوحات الإسلامية استمرت على أرضنا وعلى ديارنا فترة بين 600 إلى 700 سنة، ما يقارب 6 إلى 7 قرون من الزمن، واستمروا في حملاتهم وفي إبادتهم ضد قوم الكرد، ولم يفلحوا في الإبادة، ولم يفلحوا في تحويل الكل إلى الديانة الإسلامية. بشتيكو شيخ حدي ودارو دستيخوا قهاينا سر جباكا موسر آخا ما أف آخو جباك البن فتوحات الإسلامي دا الناف إيشو نالينا كمزندبو شيخ حدي وها خودس نشان کر انما کاری دی ملتی یان به جباکش دست دیوان که سابه پارسه او به که ده به جرابو کتا چکرن و چندن فکر خوا واتا نزیکاتی هر نافکی اکل ازداتی ده هی و نزیکی بوان نافن کو ناف عربی ده هی یان فکر عدبی هی واتا فکر مو فکر عربی تکلت کر آلو گورت کر ناف لیت کر دست نشانت کر حتى جوهرين شكرنا بمرور الزمن أول الويدم وحتى إيروجيدا الناف الشارستانية تيدا واتا هر تشتكي أسري إي مروف أزداي بيديتن راست وراست خراتكن جنافت بن برتوكت مهمو شوتان دن نفيسات مهمو شوتان دن بيريت مهمو كشتن مروف أزداي بقشتي حلاندن لو رأفتش هاتي قبول كرنو أفكار بيجب بلاف بويا. أستطيع أن أقول لك عدي بن مسافر ظهر بين الأزدائيين في فترة زمنية في حين كان الأزدائيين يترنحون وكانوا مجروحين وكانوا تحت ظلم واضطهاد كبير، وهناك خوف كبير على حياتهم من حملات الإبادة المستمرة حملات الإسلامية المستمرة ضدهم، وكان كل حياتهم عاشوا في خوف وقلق، في حسرة وحزن بسبب ما كان يحدث لهم. بعد أن ظهر شيخ عدي وجاء وحاول أن يقنعهم بأنه سيغير بعض الأمور وأنه سيحاول جهده وبوسعه أنه سيوقف
حملات الإبادة المستمرة التي كانت تشن على ديارنا وعلى مناطقنا وعلى أهلنا. فأمنوا به وصدقوا كلامه، وأمنوا به وصدقوا كلامه أنه سيعمل بمثابة وسيط حتى يوقف أو يستوقف الدماء التي تجري في المنطقة من القتل والعنف التي كان يحدث ضدنا. فبعدما وصل إلى السلطة وأصبح كل شيء بيده، قام بخبط الحابل بالنابل، وقد مزج اللغة الأصلية مع اللغة العربية، وقام بإدخال الثقافة والكلمات العربية إلى اللغة الأصلية. وفي ذلك الحين بعدما استغل سلطته ضد الناس أو القوم الموجود الذين لم يتبعوا تعليماته، بعدما اكتشفوا نواياه، قرر أن يغير من النهج الفكري وبدأ بالنهج القتل، وقام بقتل وتشريد المئات من الأبيار والأزداهيين الأصليين الذين لم يتبعوا طريقته وتخلوا عن نهجه بعدما كشفوا نواياه. فلهذا السبب السؤال الذي طرحته بخصوص المثقفين والكتاب والمؤرخين من اليزيدية لم يستطيعوا أن يمحوا تلك الكتابات، لأن السلطة توارد جيلا عن جيل، والحاكم لا يزال خليفة وبالوراثة. اف مسئله که مزنه، مسئله که مزنه، چونکی اوا اب کارکی سیاسی هات یکرن، او حتی ایرو تیرورا فکر مروه ازدائی، تیرورا فکر مروه کرد، اش آلیه سیاسی اش آلیه اولی و دیکرن، داکو ام هشیار نبن، داکو ام خوناس نکن، داکو ام نگهن حقیقت آخوا، حتی ایرو جی، هر تشتکی کو بیدیتن، يعني جيب دزبا بخن جنافد بن يعني شكينن تشش وقت حكومتها بحث دا حتى ايرو وش حكومتين بيش درتا وش دا صلاتين بيش درتا وحتى ايرو جي افتش بردوامي هي وحتى بهاتنا داعش افتش بردوامي تيدا هي واتا اتخوازن ام نمينن. مع الذكر وعدم النسيان بأنه بعدما استولى على حكم والسلطة المنطقة أصبحت تحت يده وحاشيته، قاموا بمحو كل الآثار الأزداهية القديمة، كل التحف التي كانت موجودة، كل النقوش التي كانت موجودة على الصخور والجدران تم محيها، ولحد اليوم لا تزال. طيب استاذ رائد، انا اسف للمقاطعه، الشق بس الاخير اللي احنا عايزين نتبناه في الشق ده مهم جدا. بعد ما حضرتك تشرح يا ريت ننتقل الى هل الإيزيديين هم الناس لادم وحواء ام لا، لان ده الشق الاخير والمهم جدا. فبعد ما حضرتك تشرح باقي الترجمه لهذا الشق، يا ريت تنتقل فورا للسؤال الاستاذ شانو، لان هذا السؤال اعتقد ان كل الاديان عايزه تعرفه، هل اليزيديين من نسل ادم وحواء ام لا؟ بقيه الترجمه كما يلي. ذكر استاذ شانو بان هم الذين كانوا يحكمون
وبعد العصيان ضدهم وعدم الانصياع لنواياهم حرقوا كل الكتب القديمة التي كنا نملكها، حرقوا كل الكتب وكل الدفاتر وكل الأوراق المقدسة لدينا، حرقوا كل الآثار، خربوا، دمروا النقوش، المتاحف أو التحف الأثرية التي كنا نملكها. ولا زال لحد يومنا هذا إن وجد أو كشف أثر قديم فالذين يمارسون الترهيب والتخويف الإسلامي يحاولون كسر ومحو وإخفاء هذه الآثار القديمة ولا يريدون كشفها علنا للناس، ويريدون القضاء على هذه الأمور التي ذكرناها. فلهذا الإرهاب الفكري متسلط وقوي في المنطقة، وليس من السهل التخلص منه. أما بالنسبة للسؤال الشق الذي طرحته، شانو برا بيجي بشكام ميش فيبر سيارة مشتكري مقود قالو أري إزدي ملتي أزدائي إدبيجن أمنا دوندا ونفيت حواو آدمن أم نشخينا حواو آدمن أم نشوي قوتنا تتشيه بو في تشتيبرا أزي إما سر برساوي برساويش بيرا من نشوي برساكويش بيرا من ناتشا برساوي أواد دي بحثة شافكانية كري كو أفتشت قلوب شافكانية هينا بلي بحزاران برتوك إنفيسي بزماني كردي چه سوراني چه كرمانجي هينا و أفا هنكش هنا كشوان شاف كان يانا البردستة مي هذا أبغى اشتر هتا بن أف برتغال برشاف هاي نزنك أرم يك يك جرة دسنيشان بكم. الشق الذي ذكرته من الجواب كان على السؤال الأول، حيث سألتني عن المصادر التي اعتمدوا عليها في جمع المعلومات. بلى، هناك الكثير من المصادر لا تزال موجودة، وهناك الكثير من المصادر التي فقدت وحرقت، ودليل على ذلك المكتبة الصغيرة التي حاولت أن تراها بعينك. فهذه كلها مصادر وكتب وتاريخ يشهد على ذلك. هذا كان الجواب على الشق الأول من السؤال. كرم كشانو برا. كرم داربي. إش سر مسألة أدي إجبركو نافي طاوس قال لك يقرنجا نافي طاوس ناس بكن أزب كرتاسي هنك تشهدي كو من النفيسة كده بلاف كريا البردسة منا من بلاف كريا و من آني زمان جبوكو طاوس بين أسكرين طاوس نا شيطانا طاوس نا تير طاوسا طاوس نافك جنابين خودية و أزيب كورتاسي بيجم كوچي و چيو باشي أزيب شما سر برسياراوي قالو أمش حواو آدمن يانجينا. باختصار شديد هناك رؤوس نقاط مدرجة على شكل مقطع قصير أو مقال قصير أحاول أنه أوجزه بقدر الإمكان بخصوص اسم طاووس، حتى وبعدين أنتقل إلى الشق الآخر من السؤال، وهو طاووس ليس طاووس هو ليس شيطان. لعلم الجميع فليعرف الكل، هو ليس شيطان كما يدعي البعض، وطاووس هو ليس طير الطاووس المعروف. طاووس هو اسم من أسماء الخالق خدا الرب خدا كما ذكرته سابقا. طاووس لنرينا مروفي أزدائي ده بفان مانايا تيخوندي.
في رؤية برؤية أو في فلسفة الإنسان الأزداهي، الإنسان الأزداهي يقرأ ويرى الطاووس كما يلي. البنافي طاووس ده دقوت ندي هنا داوزا. تحت اسم طاووس هناك كلمتان أخريتان هما دا وزا. دا وزا يعني دا في نفس الشك، في نفس الشك، في نفس الشك يا أستاذ رائد، في نفس الشك يا أستاذ رائد. معلش أنا متأسف لأن أنت بتقول كلام مهم جدا. أستاذ شانو أنكر ورفض ونفى تماما أن طاووس ملك يكون هو شيطان أو هو عزازيل. كان معنا الأميرة عالية وكان معنا بعض الأشخاص فتحوا مصحف رش وقالوا أنه يوجد اسم طاووس ملك أنه عزازيل، فكيف ننفي هذا وهو موجود في مصحف رش؟ يا ريت توضيح بس بعد إذنك. تفضل. السلفي بابتي وقع بجوتي قالك ميفان دي درباس بون السر بروغرامي ما وكا كشمير عالية بايزيد وهناك ريزدار دي قوتن بدليل إثبات آنين قوتن أف بيفا طاووس ملك يا هاتيا نبي ساندن المصحفة الرشدة هاتيا ديار كرن وهاتيا شروفة كرن أوانكو إنكار نكر أفتشتهايا بس آخفتنا تقوتي قالك يا جرينجا كوتو طاووس فان فجرينادي يك او كسن كو افتش تجويرا غوتين همو البن فكاري اهل السنه والجماعه دينا والبن فكاري شيخ حدي بن مصافر الاموي دينا هؤلاء البن فكاري عربيه دينا هؤلاء البن فكاري اسلامي دينا الاشخاص الذين تحدثوا اليك وذكروا لك بأن هذا الشيء موجود في مصحف رش، هؤلاء هم الأشخاص المتأثرين بأفكار السنة والجماعة، هؤلاء السنة والجماعة من أتباع الطريقة العدوية، هؤلاء هم المتأثرين والمرعوبين بأفكار العدويين. يعني هل ممكن، يعني هل ممكن نقول ان مصحف رش ليس مرجعية يزيدية لانهم استدلوا على صحة هذا القول ان طاووس ملك هو عزازيل من داخل النصوص والسبقات الدينية في مصحف رش؟ ماكو اي كتاب باسم مصحف الرش، لانه مصحف الرش هو اسم الاول للقرآن، بل اكو كتاب جلوة يعني تيريجن روجي تيريجن روناهية، بس مصحف الرش نافية كي قرآنية. المصحف الرش مثل ما ذكر الأخ شانو مصحف يعتبر الاسم الأول، كان الاسم الأول الذي أطلق على كتاب القرآن مصحف رش. أما بالنسبة للجلوة، المعنى الحرفي للجلوة إشعاع الشمس، حيث يعني التعريف يعني إشعاع أو شعاع الشمس، بريق الشمس، معنى كلمة كتاب الجلوة يعني الرناهية خدي أو ضوء الخالق، شعاع الخالق. لورا أو نكارن أو نكارن أفتشتي شانود بيجي أو بيجن چونكي شانول سريا أزداتيا رسنو كفنار اتمشي وقبولتك نا فكري شيخ حدي وفكري عدوي وإسلامي وعربي. هم لا يتقبلون أفكارنا لأننا نتبع الطريقة القديمة الأزلية، نحن نتبع طريقة أسلافنا وما جاء به أسلافنا القدماء الأزليين من الإيمان والعقيدة. هم يتبعون الطريقة العدوية وأفكارهم ناشئة وحديثة، يقتبسون كل أفكارهم وجل معلوماتهم من الطريقة العدوية. ونحن في الديانة القديمة الأزداهية لا نتبع المنهج الجديد. أمي فقر ينسر معنى نافي طاووس نافي خدي البنافي طاووس ده دا وزاهية، يعني هم دا وهم جخوزا. كما ذكرت تحت اسم طاووس هناك
ينشق كلمتان دا وزا. دا أي بمعنى الخالق المعطي أو الواهب، وزا أي الذي خلق نفسه أو المخلوق المولود الوالد. داو زا عين بدقر يسر عيني معناها نافي خدي خوا دا دا زا. نفس الدلالة ترجع إلى اسم الخالق خوا دا الذي خوا دا الذي خلق نفسه خوا دا. و روجر تيغوتن طاف تاو خور روش. أما الكلمة الكرمانجية الكردية المرادف لكلمة الشمس في العربية نحن نسميها تاف أو تاو. تاف وتاو خور تاو وروش تاو خور. هذه كلها مرادفات لكلمة الشمس باللغة العربية التي يقابلها باللغة الكرمانجية الكردية. سي سنبلش سنرا هيف. هناك ثلاث رموز للقمر او هيف يان مه يان مانك، حيث نسميهم الاسم الاول للقمر هيف، الاسم الثاني مانغ، او الاسم الثالث مه. هذه مرادفات ثلاثة في اللغة الكرمانجية الكردية لكلمة القمر العربية. طيب أستاذ رائد، هل حضرتك عندك وقت؟ لأن وقت البرنامج المفروض هنختم بعد 12 دقيقة. هل حضرتك ممكن تستمر معنا بعد ال 12 دقيقة بحيث إن احنا ناخد الشق الأخير عن موضوع آدم وحواء، أم ممكن نأجله الحلقة القادمة؟ ياريتك بس تجاوبني. 20 دقيقة. نعم، في لدي 20 دقيقة آدم. يا تمام بني. طيب 20 دقيقة تمام. يا ريتك حضرتك توجه سؤال للأستاذ شون المفكر المحترم في هذا الشق لموضوع تداول آدم وحواء. كرم كشانو بشكي ددوي جوي برسياري برسف بدبره هيجا. تسافبي طاف وهيف جي ادبنا دياري تخده اش مروفاتيرا وهردو البنابي داوزا وطاوزا كوم ادبن. كما طاف وهيف مرادفان لكلمة القمر، يعتبر من ما خلقه الله أو ما أعطاه خدي الله العفو، ما وهبه الخالق أو خدا للإنسانية بجانب الشمس. وهذه الكلمتان تنحدر تحت كلمة داء وزاء كما موجود تحت كلمة الطاووس. طاووس تقول هردود بند دياريت خديش مروفات يرى وجيان يرى. هما يعتبران هبة أو منحة من الخالق خدا للحياة وللكون. الآية الجديدة سي معناها كش سيه وسر سيه سيه تزاني شيا سيها منوتها بلي سيه هي. الآية الجديدة طاف تبي روناهي تبي سنبلك جخودارا طاف تبي سنبلك جخودارا واتا روناهي خدايا وسيه أمن واتا أم سيها خدين السرويا عربي. كما أيضا كلمة طاف التي تعني الشمس أو سطوع وأشعة الشمس هي في السماء الخالق، ونحن هنا كما معروف عن الظل. كاكو أزيد ليس أشترد وباركم داوك أخب بقه طاف 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 ينطى سنبل جروناهية خدير هو نروج بخوة الطاف
أو التاو يعتبران من رموز الخالق المقدس وليس الشمس العفو الخالق خدا المقدس هربجي و سين سنبلن اجمه وسهيرة وسرارة ونحن الرموز الموجودة على في الكون هي القمر والظل الظل يعتبر رمز وسر وسرجي سر هر سركي هي كل رأس موجود وكل ظل موجود يعتبر من الخليقة في الأرض أبقشتي طاوس أدبير رونا هي سرسرة بشكل عام معنى وتعريف كلمة طاووس الضوء الأشعة فوق الرؤوس أو الأشعة أو الضوء العالي فوق الرؤوس الكرمانجيدة بيجي طاووس ملكا ملك سنبلش هربون وركيرا في اللهجة اللغة الكرمانجية نقول طاووس ملكا الملك دلالة على كل مخلوق ما خلق نكو ملائكة وليس بمعنى الدلالة على الملائكة هر أف ملك هاتي جوهرين وكرين ملائكة طاوس الملائكة وباشي كرين عزازي ولكن هذا الملك في اللغة القديمة تم تزويره وتحريفه إلى ملاك في اللغة العربية كما مسرد في المنهج الحديث الروك ديدا مليك يان طاووس مليك مليكة مليك مليكة اشكرنار دا مليك يعني باشا يعني خدايا باتشا وإن قلنا طاووس مليك مليك هو الرب الأزلي أو باتشا المرادف الآخر لكلمة خدا الخالق الرب أو الخالق الأزلي طاووس مليكة يعني خدايا باتشايا بخنابيا باتشا بخدايا باتشايا عندما تقول طاووس مليكة فإنه يصبح رب الأرباب يصبح خالق المخلوقات طاووس حتى الأفستاد التجارة هاتي نافكرن حتى في كتاب أفيستا أطلق على وجد كلمة طاووس مرتين طاووس بمعناه خداتي هاتي نافكرن أطلق عليه بمعنى كلمة خدا الخالق وتا هردمي هبون جيان الدورة الفلكية الدورة الحياتية الغير منتهية والآية جديدة بمعنى هبونا الفيجان جديدة وبمعنى آخر يدل على الحياة المكونة والموجودة في الكون والميزوبوتاميا كابن الكردستان نهجدة حتى تشندين ناف هينب نافي طاووس حتى في الميزوبوتاميا القديمة هناك كلمات أخرى تدل على اسم طاووس يكش وانجي حتى إيرو ماي الكردستان باشوردة الجرميان جهافين ردبيجن طاووس ببورن طاووسان يعني هاتنا روجي هاتنا روناهية دركتنا روناهية خودي چونكي روج حقا نبيجيان نينا ببورشانو جارك دي اعتذر احتاج الى تفسير حتى ايرو الجرميان اجهافين رد بيجن طاوسان واتا هاتنا روجي في الكردستان الجنوبية لحد يومنا هذا توجد منطقة تسمى جرميان أهل منطقة جرميان يسمون يسمون
فصل الصيف بالطاوسان، والسبب لأن هاتنا جياني، لأن تنبعث أو تتكون الحياة وتبث الحرارة في فصل الصيف، فلهذا يطلقون عليها بتاوسان، أي على الصيف يطلقون عليه مصطلح تاوسان هات، أي جاء فصل الصيف. يانجي هاتنا مگو هاتنا جيانه، يانجي هاتنا روجه، دركتنا روجه، شاخودم دركتنا روجه. أو بذلك تأتي وتتكون الحياة أو تبزغ الشمس في أوج حرارتها. بقشتي طاوز رهندكي كور، معنايك كور روناهي وهزي خداتية. باختصار كلمة طاووس كلمة جذرية أصلية أزلية لقوة الخالق المخفية، خالق الكون، الخالق الأزلي الأسمى. أف بيفا طاووس دورج ومعناك أديان ساميان بتايبتجي أديان إسلامي كود بيجي طاووس شيطانا يان عزازيلا دورج ومعناه وطاووس نافق جناب خدية ون الشيطان ون عزازيلا. وهذه الفكرة والعقيدة التي نتبعها تختلف ولا تتشابه بتة مطلقا مع الديانات السامية الإبراهيمية كالمسيحية واليهودية والإسلام، كما هم يطلقون عليه برئيس الملائكة وبعزازيل وشيطان وما وإلى آخره. في العقيدة القديمة هذه ليس ما نتبعه ونؤمن به. هكم ليبنيرن شما طير طاووس البازدايا بيروزا، إن نظرنا إليه بهذا الشكل، لماذا يعتبر طير الطاووس مقدس لدى الأزداهيين أو الأيزيديين؟ چونكي طير طاووس سنبلي همو رنگايا رنگيني تيدهيا، لأن طير الطاووس يعتبر رمزاً، رمزاً مخلوقاً من كل الألوان والأطياف، تستطيع أن ترى كل لون وطيف في طير الطاووس. وطير طاووس طيركي بيزرنا، وكما هو طير غير ضار. هاجر مروف الديوانة طير طاووس روني كاري تأمل بك، وإن جلست وحدقت في طير الطاووس بإمكانك أن تتأمل وتتمعن. مروف كاري طير طاووس ده بيدنجي ببيني، تستطيع أن ترى السكون السكينة في طير الطاووس. و بيدنجي معناها هري مزنك ومروف البيخو خداجي بقري، والسكينة هو المعنى الأكبر عن البحث عن الخالق الأكبر أو الأسمع. مروف كاري رنجيني لطير طاووس ده ببيني، تستطيع أن ترى التنوع في طير الطاووس. وكتشاوى خدا جانب رنجيني أفرانديا، كما خلق الخالق، كما خلق أو كون الخالق خدا الحياة بأشكاله وألوانه الجميلة. مروف كاري الطير طاووس ده استاتيكا وجوانية ببينية، في الطير الطاووس بإمكانك أن ترى الجمال والحسن وكل صفات البداوة البداعة. مروف كاري الطير طاووس ده فخر وشانازيجي ببينية، وكما تستطيع أن ترى في طير الطاووس الفخر والاعتزاز. وتالي جار مروف كاري الطير الطاووس ده فريني ببيني، وأيضا في الأخير بإمكانك أن ترى أو تتخيل طير الطاووس وهو يطير. هر اجسر فانتشتا طير طاووس أو سنبلة
كو مروف ازدائي هلب جاردية چونكي مروف ازدائي او مروف بويا كو كوريا جياني و خداتي ناس كريا و روحانيات ناس كريا حتى بيفا روحشي قريداي بيفا روجو روهو خورا كو ايرو العربي دا بويا الروح. وهذه كلها دلالات وإثباتات تبين بأننا ارتباطنا ارتباط وثيق مباشر مع الخالق خدا في كل زمان وفي كل مكان. واستدلال على ذلك حتى كلمة الروح في اللغة الأصلية هي المنشقة من كلمة الخالق وقريبة من كلمة الخالق. روش روح خور بيفا روح جوان هاتي ورقستن كما في كلمة روج الشمس خور أيضا الشمس روح روح كلها كلمات مشتقة من بعضها. روح اش في بيفا هاتي ناف زماني عربية ومن هذه الكلمة دخلت هذه كلمة الروح إلى اللغة العربية واتا انرجيا جياني چونكي روش انرجيا جياني روناهيا جياني هكا الروش نبي جياني كل بي معناه دا الروح معناه خوة قفية حيث تعني طاقة الحياة. الروح هي طاقة الحياة والطاقة هي الشمس وبدون الطاقة وبدون الشمس لا يمكن للحياة أن تكون. التالية دا أزي بيجم طاوس تيفان معناه. في الأخير هذه كلها معاني لمرادفات لكلمة طاووس. طاووس وتاروناهي طاووس التي تعني الضوء روشني هر معناها كدية آلية روناهية السطوع الإشراق كلمة بشي. أخرى للضوء لا بري تاريكي يعني طاووس أو تشتئكوا تاريكيا ناهلة أي بمعنى ماحي الظلام طاووس بمعنى أخرى ماحي الظلام الذي لا يترك للظلام مجال بيروزي قدسية القدسية نرخمندي وبها و القيمة الحقيقية أو القيمة المعنوية يكساني وتوازني التوحد والتوازن راستو درستي والاستقامة والأمانة هزو توانا القوة والثبات عشق أبيني الحب والمحبة أو العشق والمحبة بيروزو نرخدار أيضا كما المقدس والمقيم المثمن مزنو هردمي الأزلي والدائمي هردمي ونمري الأزلي والخالد نهيني ورزامندي يعني فشارتي ورزامندي المخفي والغير مرئي وهكا بيجن السر أم كارن بارتوكا كي بنفيسين وإن استمريت في الحديث بإمكاني أن أؤلف كتاب عن هذه الكلمات التي ذكرتها هربش أزي إما السر معناه مروفي أزداي إش هوا وآدم يانجيش نسلك دينا كما أتحول إلى الشق الآخر من السؤال هل الأيزيديين أو الأزداهيين من سلالة آدم وحواء أو من نسل آخر؟ هكر أم فقرين السر أزداتيا رسنو كفنار ريا بيراني وبيراني أم فقرين السر دسبيكا جياني؟ إن راجعنا التاريخ الأزلي القديم وتابعنا وأتبعنا الفلسفة البيرانية الأزداهية القديمة سنرجع إلى بداية التكوين أو بداية الحياة.
الشاندو فلسفة أزداتية ده تشتك نينا أبنافي ويكي كو أمجير بيجن آدم وهوا في الثقافة والفلسفة الأزداهية القديمة ليس هناك شيء أو قصة نسميها آدم أو وحواء. لبا أبغوتن البنافي خدا دهينا خدا دا شانو ككمني هيجا ببورا دقيقة كي أزي شكرماتا و أزي بغر مايكي دو دقبتني و أزي فغريم كرمك أستاذ محمد بعد إذنك كم دقيقتين أو ثلاثة وأحاول أرجع إلى البث حتى أستمر معكم المعذرة أو أسامحيك عذرا على الانقطاع دقيقة أو دقيقتين فقط. تمام يا فندم، تمام يا فندم، ما فيش اي مشكله. استاذ شانو، ممكن حضرتك انا انتظر دقيقه او دقيقتين، لان الحوار معاك اعتقد ان هو شيق. انا بحييك وبرفع عليك القبعه ان انت عندك فلسفه بصراحه، يعني بامانه. الإيزيديين شاءوا ام شاءوا، الإيزيديين شاء منهم من شاء وأبى منهم من أبى، حتى بقية الأديان سوف يكون فرض على الجميع معرفة ثقافة الآخر، شاء من شاء وأبى من أبى. أنا يهمني النوع أكتر من الكم، أنا والقناة يهمنا النوع أكتر من الكم. أنت لديك فلسفة وسشانو، فلسفة تحترم، لديك خواطر ذهنية تحترم، يحسب لك. يعني أعتقد أن أنت والأستاذ رائد ما يتخيرش عن حضرتك، يزيدين حقيقيين يمتلكوا حرية الإرادة، يمتلكوا التعبير عن وجهة نظرهم. واضح أن حضراتكم لا تنتموا لأي أحزاب سياسية، لأن من ينتمي لأحزاب سياسية يفرض عليه يقول كلمة تخص الأحزاب. فيحسب لحضرتك ويحسب لأستاذ رائد، أنتوا يزيديين بتخاطبوا جميع الفئات، خاطبوا شيوخ، خاطبوا طبقات، حتى لو كان طبقات أتت بعد عدي بن مسافر، ولكن يحسب لكم هذا. ثواني وهنكون معاكم مع الأستاذ رائد. حتى برای رایده تی یکی نویسی فی که 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 کانال نویسی هذه الفلسفة الجديدة، أي نستطيع أن نقول أقدم من مجيء الإسلام، أي قد تكون أقدم من مجيء الشيخ عدي وأحفاده، لأنه لا يوجد هذه الفلسفة في يزيدية. كاكو هكا تبيع برسالة في سر شاشة بخوندي تبيع بخوندي أجي كي يك دقيقة والتفاقرين يك دقيقة حتى تدخوندي وش مرة بيش أس قهدارياتتكم دا أس برسفا في بدم. بلي أعتذر على الاستقطاع الذي صار بالبرنامج. أستاذ محمد، الآن بإمكاني أن أستمر في البرنامج معكم إلى النهاية، وننتظر شكراً. ننتظر الأخ أستاذ شانو. شكراً. أنا قلت لحضرتك برا البث يا فندم، يحسب لكم هذا. تفضل يا فندم. أستاذ شانو،
يريدني أن أقرأ له السؤال المنشور على الشاشة، الموجود على الشاشة. هذه الفلسفة جديدة، أي نستطيع أن نقول أقدم من مجيء الإسلام، أي قد تكون أقدم من مجيء الشيخ عدي وأحفاده، لأنه لا يوجد هذه الفلسفة الأيزيدية اليوم. شانو كاكيمي أتنزا تدريس برسفا في برسيارة بديا برسفا برسيارة بالمناسبة سأجيب على هذا السؤال بالإضافة إلى السؤال الأولي المطروح من قبل أستاذ محمد. بلي شانو كاكو أمد آمادينا مخوست في برسيارة لسر شاشين دي سي تجمرة بلي بلي ببورة شمورتو خو آمادت كي برسيارة عول نانا زي برسبا في دمو زي شمسر آدي اف كي كانال نبي سي برسيارة وي اف فلسفة نو امكارين بيجن كافنترا اشهاتنا اسلامي وقالك كافنترا اشهاتنا شيخ عدي وزاروكين وي يان بسين وي اجبر اف فلسفة نينا الازداتيا نو اف ازداتيا نو يا افرو تدنينا از دس خوشي ليتكم كو افتش ان يزمان مش فيك يا ربو كو از ذاتیا کفنار صد در صد اجدای و از ذاتیا از دیتیا شیخ عدی شکری صد در صد اجدای از دیتیا شیخ عدی بسلمان تیک صرف البنافی از دیتیا دا و از ذاتی بیرو باوری کو چند دک اجداتر اعجبني كثيرا السؤال الموجود على الشاشة وهذا يبين انه الايزيدية أو الديانة اليزيدية اليوم هي الديانة الحديثة التي نعتبرها حديثة، تختلف اختلافا جذريا عن الديانة الديانة القديمة التي نتبعها، وما جاء به من فلسفة خاصة عن طريق شيخ عدي وأحفاده في المنهج اليزيدي الجديد أو الحديث. أزاي إيه مستر برسيارة وي قالوا مروفي أزداي إش نصل يانجي إش حواو آدم يانجي إش رنقك دينا الأزداتية كبنار دا البيرانية دا تشتك نهاتية قوتن ابنابي آدم وحواء. الآن أنتقل إلى الشق المختص بسؤال عن نسل وسلالة آدم وحواء. التوضيح عن هذا السؤال أو الإجابة تكون كالآتي: في العقيدة الأزداهية الأزلية القديمة ليس هناك أي ذكر عن آدم ولا حواء. البن نافي خدادة خدا خزاهية تحت اسم الخالق خدا، كما ذكرنا ثلاث فروع: خدا الخالق، خزا الذي خلق نفسه، ايدي تشبو كاكشانو خدا خزا خدا خزا دا الخالق و المخلوق او الذي خلق نفسه بنفسه. حكم بين السر معناه فان شمكا شمك تزاني شيا
ببر جارك دي بجا شانو ككيمي چمك وان زارف كت كرد وان 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 بي غوتنا بلي حكم بين السر وان دا خدا خو دا دا نابك يعني وي بخو خو دا خوزا يعني جخوا زا عندما نتطرق إلى هذه المشتقات أو المقتطفات المشتقة أو المركبات من الكلمات عن اسم الخالق خوا دا خوا زا أي بمعنى الكلمة مركبة من الخالق المخلوق الخالق الذي خلق نفسه الخالق الذي ولد الذي ولد نفسه بنفسه أفنيرين جارك دي تي سرويك بيفا آ جارك دي آ دي آ داي إي داي همو ودقرين السر خدا وهذه همو نافي خدا همو نافي خدا وهر شي تشتهي ودقرين السر نافي خدا حر خدا وهذه اي ام داين اي ام داين من دا مزدا ازدا ام دا افهمو دا بيواجوه كم مزنش نافي خدير وهذه الرؤى والمفاهيم كلها متداخلة ومترابطة بشكل أو بحيث أنه جميعها أو أكثريته كلمات مركبة مدمجة من كلمتين وفي دائما في شق من هذه الشقوق من الكلمات ترى أحد الكلمات بمعنى الخالق أو الرب الذي خلق نفسه كما في كلمة آ دي في كلمة من في كلمة خوا دا خوا زا ففي شق من هذه في شق من كل كلمة من هذه الكلمات يمكنك أن ترى الخالق موجود في الكلمة في مكان أو مكان معين من الكلمة داخل الكلمة حكم القوتنا بيفا خدا بنيرن دنجة تقينيته ده خوا دا خوا دا وكذلك عندما تنظر إلى كلمة خوا دا عندما تنطقها بهذه اللهجة أو بهذا الأسلوب من النطق هناك انفجار من الكلمة يعني الكلمة فيها صوت انفجار خوا دا بهذا الشكل خوا زا خوا زا الذي ولد نفسه خلق نفسه يعني الهمو فان فان معنا ونا فان دا فان بي 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 قوتنين كو أمتي النزمان خوا دا أز دا خوا زا أم دا من دا أم دا إي داي آ دي إي دا إي أم داين أبنا همو دنجي تقيني جتي أوجي فدقر سر يكمين دنجي جاني إيكو تقينا مزن تشيبوي وهذا الكلمات المركبة التي ذكرها السيد السيد شانو خوا دا خوا زا دنج دا في نهاية النبرة الصوتية تعتبر انفجار أو إطلاق لإطلاق لصوت قوي في نهاية الكلمة وهذا أيضا استدلال على أن هذه الكلمات هي التي كانت بدأت مع نشوء وبداية الحياة والتكوين بداية نشوء الصوت القوي بداية الحياة والتكوين وهجر أم ليبنيرن جريدانا كمزن النافبرة سانسكريتو هندوسو أزدائزم دهية وإن نظرت هناك ارتباط قوي ووثيق بين
الأديان السنسكريتية والهندوس والأزداهية. هكر أم ليبنيرن مزنترين بيف جنافي خدر ناف هندوسا أم إن ننظر إلى أكبر اسم للخالق الأعظم بين الهندوس يطلقون عليه كلمة أوم. البامجي أم داين هي. And وفي لهجتنا ولغتنا نطلق عليها أم. من أوم. نيزيكيا فان بيك رهيكو أوجي وهاد فكرنكو أوم يكم دنج تقين بويا كو حرتش جوي أو دنج بويا سنبولك جو خدير أوم أمد بيجن أم داين وهناك تقين جتي. وهناك تقارب ملحوظ بين هذه الكلمات أوم أم بمعنى آخر الكلمات منبثقة من كلمة الانفجار العظيم أو الخلق العظيم في البداية. أما فكر إن السروية كي بيجي خدا أزدا. عندما نأتي أو نتطرق نقول دائما خدا خالق نفسه أزدا خالق نفسي. أو جخوزا. أمد بيجن أمد بيجن ككو أس قربانات شافيتا من ببورينا أس تمام كم بسر يقددام تماما معنا بقهد بيجي خودا أزدا وش خوزا يقال كما يلي خالق نفسه وخالقي ومخلوق نفسه مخلوق نفسه كاكوت الهيفيامني؟ بل هكام بنيرن خودا وخوزا ببورن خودا وأزدا وجخوزا جخوزا واتاش خوها مو تشتك شكر هكام ليه بقرين أف معنى في بيفيش بيرو باور يا أزداتي وكفنار ترين بيرو باور لسروي في جيهاني أف بيف تكلي همو بيرو باور ديبوية إسلام بخشيفة. عندما تنظر إلى الكلمات التي ذكرناها خدا خالق نفسه وخو وأزدا خالق نفسي وخزا المخلوق بنفسه سترى أن هذه هي البنى أو أساس التكوين والعقائد والإيمان البشري في بدء الخليقة والتكوين وبعد ذلك حتى في الأديان كالإسلام اقتبسوها من الأديان القديمة وهكذا نعرف بأن العقيدة الأزداهية البيرانية هي الأزلية الأوحد الأقدم الأول على وجه الكينونة في كل زمان في من بدء الزمان النافا فان بيرو باوريادك وأفكر فلسفة وأفشاندا أزداتيش خربرين إسلامية كجوان الإسلام اقتبس هذه الأفكار وهذه المفاهيم والاعتقادات من الأديان من أدياننا القديمة وهكت بيسر في بيناسي الجيروكا آدم وحواد والقرآن إذا بيجي مش روحي أخوة البروكر يعني مهون السر شكل أخوة شكرا وحتى إن ترجع إلى المصدر في الديانة الإسلامية عند قصة حواء وآدم حيث يقول الرب الخالق
إنني كونتكم أو أعطيتكم من روحي أو كونتكم من روحي، خلقتكم من روحي، العفو. آه مروفي أزدائي أدبيجي أمش خداتية دركتينا وأمي بقرينا خداتية. الإنسان الأزداهي يقول نحن خلقنا من خدا وسنرجع إلى خدا. ولو ما تبيجي هاتشي خو ناسكر خدا ناسكر وهاتشي خدا ناسكر خو ناسكر أفكر جيجارك دي الناف تمام بيرو باوريادا بلاف بويا. وكما لدينا قول مشهور، من عرف نفسه عرف خالقه وربه، من لا يعرف نفسه لن يدرك خالقه. والأديان البقية اقتبسوا هذه الفكرة. وأفتشيروك يعني أف بيقوتن أما أن يزمان إش قلقاميش لدى سبيتك تشيروكا قلقاميش ده. وهذه القصة الموجودة منذ بداية زمن قلقامش أو ملحمة قلقامش. سي تشيروك اتمزن السومريات دا والناف أزدايتيا كفنار دا هاتين النبيسان دن أو جي تشيروكا نوح تشيروكا قلقامش و تشيروكا آدم وحوايك هو أبا هرسيك أسطورينا أفسانينا. في الأزدهية القديمة والحضارة السومرية القديمة هناك ثلاث روايات، كما معروف رواية نوح ورواية قلقامش والأخيرة هي رواية المعروفة بآدم وحواء، آدم وحواء كما يطلق عليه ملحمة قلقامش. مروفي أزدائي البهوريا خدا بيجي أمش خداتي دركتين وأمي بقرين خداتي نا بيجي خدا حريق آني وباشي حري شيلا ونزانم چليكر وچليكر ودورا كرابي كراكو باشي روح الباركر وأفتش نين الأزدائي دو أبا خرافية. في العقيدة والمعتقد الأزدائي القديم نحن نؤمن، إحنا نؤمن بأننا نحن من الخالق مباشرة ونرجع إلى الخالق، خلقنا منه وسنرجع إليه. ليس لدينا رواية آدم أو حواء كما يقال صنعوا خلقوا جسده هيكله من الطين من عجينة الطين والخرافة وبنوه إلى أن أصبح على شكل تمثال وإلى ما فيه من نهاية القصة. في عقيدتنا نعتبر هذه خرافة باطلة. أفتشيروك من لينكا فيتشيروك يكو مسيحيتي جي أفيك بطال كريان سردبي باباي فاتيكان من ناف كانال دا وكل لينك مدانيا هون كارن باشي بخوندن كو أبا تشيروكا كخرافية تشيروكا آدم وحوا والباوريا أزداتية دا تشتكي وهانينا چونكي باوريا أزداتي نافوازي هزا خداتية كيم بكا. حتى ببورا شانو تقول بابا فاتيكان جارك ديو بارب ببورا كاكو بقو حتى باباي فاتيكان ومسيحيات يجي أف تشيروك بطال در خستو وكا تشيروكا كخرافي آني نزمان ملينك آني مل ناف كومنت هذا دانيا باشي دوستو هفال كارن بخوند. حتى رجال الدين المسيحيين بما فيهم بابا الفاتيكان كبير الأب الأكبر للمسيحيين حول العالم قد أثبت وبكلامه ومنشور في رابط
منزل بإمكان كل شخص أن يقرأ هذه القصة. قد أبطل، قاموا بإبطال قصة آدم وحواء وألغوها من الديانة المسيحية وغير معترفة بعد بطلانها. قول أزداتي ده ثواني ثواني يا استاذ ثواني بعد اذنك بعد اذنك ثواني يا استاذ. الكلام اللي حضرتك قلته كلام مهم وخطير، خليني بس اوضح عليه. اذا كان رئيس الكنيسه الارثوذكسيه او الكاثوليكيه في الفاتيكان الغى هذه القصه، ففي تعدد طوائف في المسيحيه، فهو طبعا حق الرد مكفول للجميع. وأنا سوف أستدعي بعض من المسيحيين من الطائفة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية للتعقيب على صحة ما قيل منك الآن يا أخي شانو، وحق الرد مكفول للجميع. تفضل. وقا جوتناتا أف جوتناتا جوتي قالك جرينجا قالك مهمة إجبر وقا تزاني كريستيانجي ومسيحيجي قالك الناف دحينا قالك بحورو ملتين بتشوك بجن طوائف او جي هينا الناف دا او جي اجبر حقي ما هيكو الروجت بيت ام هناك بروغرام تايبت شبكن القل كشين هناك كشين فلا يد كريستيانا يد أرثوذكسي يد دا ام زاربنكو بحوريا في قوتني چنده يا درستا وكا برسفان وان وبدا تشتشت بو بيشندي اريشاما ناون اريشاما امن ام وك ازداي النص الخشدة القول المجيد هاتي قوتن ام بري حواء ادم. المعضلة لا تكمن فيهم، المعضلة والتركيز هو فينا نحن، لأن نحن نقول نحن خلقنا قبل آدم وحواء، خلقنا ووجدنا قبل آدم وحواء. لباباشي الشيخ عدي هاتي تشيروكا حواء آدم آبتنا مدى أنها هناك بيشن أمجح حواء آدم، ولكن بعد مجيء الشيخ عدي دسس ودخل قصة آدم وحواء إلى الديانة وأمن بها البعض، أمن بها البعض، لهذا البعض لا يزال يقولون نحن من آدم وحواء. تالي جار مروف أزدائي بري حواء آدم هبوينو أو حواء آدم تشيروكا كفرافية وتشيروكا كالسردم سومريتي هاتي النبيسانو بلغو دليل دوي هاتي نديتن و أز وكشانو بخوا باوريا من بتشيروكا حواء آدم نينا والأزداتية جدا تشيروكا كبينا بنينا بل كتشيروكا تشيروكا سر طنوريا الزمان كفندا تشيروكا نوح تشيروكا قلقاميش تشيروكا هوا وآدم أبا إجزاروكا رتحاتنا قوتن داكو شفبركة خوا في بريبكن. ونحن كأزداهيين في عقيدتنا ليس هناك أي رواية موثوقة عن آدم وحواء، وحتى في كل الحضارات القديمة كالسومريين والأزداهيين لم يكن هناك ذكر لقصة آدم وحواء، وإنما آدم وحواء ليس مجرد إلا قصة خيالية أو ملحمة كما ملحمة قلقامش كما ملحمة نوح والناس تداولوها على الألسن لسنوات طويلة بقيل وقال، وهذه القصة غير معترف بها. ونحن في ليال كثيرة كنا نروي هذه القصص للأطفال في الليالي قبل الخلود إلى النوم، وهذه الملاحم والأساطير الخرافية. طيب، ثواني تكمل النقطة الأخيرة أرجوك.
تفضل كملها، ويا ريت بعد اذنك اشكرك اتوقف حسب حبيبي، ما اجي. اشكرك اخ محمد، اشكرك. مروفي ازداي خدان چاندو فلسفه بويا. الانسان الازداهي كان صاحب فكر وثقافه وفلسفه. خدان شارستانيت بويا. كان صاحب حضاره. مروفك فلك ناس بويا. كان انسان ذو عالم بعلوم الفلك. مروفك الروحاني مزن بويا. كان روحانيا كبيرا. خدان همو بيروباورين كردي بيروباوريا ازدائيه. صاحب كل العقائد والافكار التي امن بها الاقوام الكرديه الاصيله. شارستانية ميزوبوتاميا السر دست مروف ازدائي هاتي آباكرين. حضارة ميزوبوتاميا بلاد ما بين النهرين بني وشيد على يد الإنسان الأزداهي. وهكا أم باش لبنيرن هكا أم فقرين سومر وأزداهي اتبنيك الرياجل برقارة. وإن نرجع إلى التاريخ نرى بأن السومريين والأزداهيين من نفس المنبع، من نفس المصدر. وإن كنت أنظر إلى اللبس أو الملابس هروها زمانجي، وكما في اللغة أيضا وهروها فكارجي، وكما في أسلوب التفكير أيضا. وهجر أم إيرو لبنر مروفي أزداي جافا أم لبنر مروفكي قلكي زيركا هكا بيش دريوي نيه قرتن. وأيضا نرى بأن الإنسان الأزداهي متقدم في كل المجالات. إن لم يكن هناك مصد، إن لم يكن هناك مانع أو رادع لإيقافهم. أو أزي قوتنا خب سبقك داوي إينم. كما سأختتم هذا السؤال بسبقة معينة من النصوص. أدبجي إزداني ما أبدلوفاني. خالقنا هو الرحيم الرحمن. باشي وجوانيش مرآني. جلب لنا كل الخير والجمال. دستور دابين فيسا قدرتي. هو الذي منح هو الذي منح القلم المقدس لليد كي يمسكه. أم آفيتين سر محبته. سر يعني بازن محبته ناف جياني ناف أبيني. وقد دخلنا إلى طريق المحبة والحب. سر جياني وأبيني الذي يعتبر سر الحياة والعشق. وأفصى بقى نابجي أمش هوا وآدم شاكرين بيجي إزداني مبدلوفاني باشي وجوانيش مرآني دستور دا بين فيسا بيروس أنجي آ قدرتي وأم آفيتين السراجياني واتا أم راس تو راس آفيتين يعني الفرجي دا دنجي ودانا خداتي تقيني هي. كما ورد في السبقة التي ذكرتها خالقي هو خالق الرحمن، جلب الحب، جلب الخير والجمال، وضع الدستور والكتاب، وضع الدستور والكتاب المقدسة، ووضع في اليد. تالي تشبو شانو برا ككو بيجي ام افيتين السره محبته ووضعنا سره ابيني جلبنا ووضعنا على طريق الحياه والحب والمحبه. هكا من لبنر سور دمعنا تس يعني سر ينجي يعني سور واتا بهردو معناته واتا بازنيج يعني. Yeah.
إن نظرت إلى كلمة السر أو السور يعتبر أو يعرف كما يلي: دورة الحياة، يعرف كدورة الحياة. وصور جدي سنابك جنابين طافية صور. وكما أن كلمة صور أيضا يعتبر مرادف لكلمة الضوء أو السطوع. وديسا روش أبازنية. وكما كما نرى أيضا الشمس كما ترى هي دائرية. والسري ويساخ. وهذه هي نهاية السؤال. طيب سؤال بقى في الشق المهم جدا، خلينا نكون جريئين شوية واضحين. نتاج أو وجود أي إنسان هو بناء نعم التصاق عضو ذكري بعضو تناسلي. أخ بيأتي الإنسان هو بقى. أخ محمد صوتك سمعني. نعم الآن سمعني. إعادة السؤال. نتاج البشرية وتكاثر البشرية للمصدر هو نتاج بالتصاق عضو ذكري بعضو تناسلي. خلينا نكون جريئين وواضحين. الأديان الإبراهيمية عطت فلسفة بوجود ذكر وأنثى آدم وحواء ثم تكاثرت البشرية. الأستاذ شانو رفض هذه النظرية وقال أنها خرافة. ما هو البديل عند اليزيديين؟ كيف تكاثرت البشرية؟ تفضل. بس يا رامي أوا كو أنجام أوي كو يا مروفاتي زينو وبتربون و أمروفاتي كو زيدبون وزينة أمروفاتي انجام اویکو حق ام ب ب ب برنگ کی عقلدار او رنگ کی دلدار ام لبن رنو تماشا بکن کو نیر مروف چبو زا زهف بو اج نیر اومه اجبر او نر وقت تکلیا میت کا او یعنی کو میر تکلیا جنید کا لسر نوینا او کو انجام اوی کو مرواتی زیدتر و زهفتر ببی ال گور بحوریا ازدیا یان ازداهیا ون تو چوا ویتشتی فام دکی تو چاوی تشتی کاری بومن شروع بکی بشری مروواتی چاو زاو زاف بو حکا ایمانا تنیت گوتنا چیرو کا حوا و آدم بدیل چیا کو بدیل وی تشتی چیه تو بومن بیجی بدیل هی حیوان هی نینیر نیمی و زیده شد بید دو پشک نینیر نیمی دو پشک خودت زید هناك بديل والبديل والدليل هو هناك مخلوقات حيوانات كالعقرب هي ليست بذكر وليست بأنثى وهي التي تحبل بنفسها وتلد بنفسها أظن هجر إثباتكم ققنص قافات زي ققنص نوعك تيرايا ققنص سأجلب لك بعض الأمثلة. هناك نوع من الطيور تسمى قطناس، لا أعرف ماذا تسمى باللغة العربية أو يسمون بالقطناس باللغة الكرمانجية الكردية. تشيروكاوي في رنجية خود شوتيني وش خلي بوركا خود جارك دي إيش دايك تبي؟ هو ذلك الطير الذي يحرق نفسه ومن ثم
يلد نفسه من جديد أو يخلق نفسه من جديد. ووجدت الكلمة التي تسمى بالعربية الطائر العنقاء الفينيق، الطائر العنقاء أو الفينيق الذي يسمى الفينيكس باللغة الإنجليزية. نوعك دي طيره هيك هيك قلني هيك طيره ديتك. هناك نوع آخر من الطيور تضع بيوضها مع طبقة مختلفة أو صنف مختلف من الطيور. وهيك دوانت تعفيش بس هيك أخذ شيء أوانتك. فهذا الطير يركل ويرمي بيوض الطيور الأخرى وتقوم بوضع وتكوين بيوضها محل بيوض الطيور الأخرى. وطيرك دي السروية هيك رودني أو هيك أو هيك فد بيو بيض طير أو طير بسنبلة داك أخوة فرينة داك أخوة فيرمونة داك أخوة تدبيتها داك أخوة راد بي نبقى وي طيرك أو السروية هيك رونشتي. وكما يأتي هذا الطير الذي رمي بيوضه وينزل ويجلس على هذه البيوض، وعندما تقفز هذه البيوض البيوض لا تحذو حذو الطير الذي وفر لهم الحرارة لكي يولدوا، وإنما الصغار تتبع نهج ولون وشكل الأم الأصلية التي وضعت البيوض ولم تكن موجودة. أو بجيناتها داك أخو مزند به يعني أو طيرك أو هيكري بجيناتها أو جي عيني في كاردك باشوي نداك أخوديتيا ونزان داكاوي كي داكاوي هاتي يا داكاوي طيري أو هيكري البن طيرة كيدي دكرية طيرة كيدي أف هيكرية الطير وسرو نشتيا باشش دايك بيا بعيني تشيروكي دوبارتك أف السرة جيانية أف النهنية جيانية تشيناب مروف دستي خلق لك نهنية بدا. كما قصة الطير والصغار الطير تتربى حاملة الجينات الوراثية من طير الأم التي لم تعد موجودة، ولكن الطير الذي آواهم ووفر لهم الحرارة إلى حين أن ولدوا وقفصوا لم يتربوا ولم ينهجوا شكل وجينات الطير الذي ساعدهم، وإنما نهجوا على نهج طير الأم التي لم تكن موجودة. وهذا هو سر الحياة، وهذا هو سر الحياة، حيث الناس تدري وتدرك ما هي أو من هم. تشيروكا كدي هي حشرايا بالحشرات جدا أفتشيروك هنا. حتى هذه القصص موجودة في بعض الحشرات. ميروك هي سيسرك أدري سيسرك أوي شيفاش أو أدرت كيفن تشيرا تشيرا كنزان تشد بيجني. وكك يسكك هناك يدريجة تشيرا تشيرا سيسرك أمت بيجني. بلي بلي. از نظام البامل شنقال بشد بيجني او سرسرك سرسرك او نوع امير وك هي بهزا ماشي يا اخوه نوع اكي سي سرك رادغري وباشي بيفدا والبيفدان يد هيك اخوه النبوي سي سرك يد داتيني هيك اخوتي داتيني بشتي مدى هكي او سي سرك جيش تكفي وسرت به
وبشتي هشيار جيت بي او هيك النيفويسي سيركي دا القرمية ودا اللاشي ودا ود بي وتزي وتزي باشي هر او ميرو ويسي سيركي تخوا وداكا خونا بيني ويسي سيركي تخوا وعيني جيناتا داكا خزاني وعيني جينات بريفاتشا افا برسيارة افا تشاوا اوي تيري تشاوا افا تيرن وهاتكن افا حشرات وهاتكن وحشريكي دي هي حتى اتومي حتى تمام. هناك قصة أخرى ومثال آخر بوسعي أن أطرحه لك. هناك نوع من النمل يتغذى على حشرة معينة أو بقة معينة. والنملة الطريقة التي تتغذى وتعشعش على هذه البقة أو الحشرة كالآتي: النملة تبحث عن هذه البقة أو الذي نسميه باللغة الكرمانجية الصرصار، أعتقد هو أيضا بالعربي يسمى الصرصار أو صراصير. فتقوم النملة بحجز وشبك هذا الصرصور أو الحشرة، وبعدما تقوم بالقبض والحجز تقوم تلك النملة باللدغ، وأثناء اللدغ هذه النملة تقوم بتفريغ بيوضها في جسم تلك الصرصور أو الحشرة أو في داخل جسم تلك الصرصور. فما يحدث من عملية تطور في هذه المرحلة، بعد وقت من الزمن تتكاثر أو تقفز هذه النمل تفقس هذه النملة أو من داخل جسم الصرصور أو الحشرة، بحيث تحمل جينات النملة الأصلية. وبين أثناء تلك الصراصير الصغار في داخل تلك الحشرة في طور الولادة والنمو تقوم بالتغذية على جسم الحشرة إلى أن تتفكك تلك الحشرة وجسمها تتفكك، وبعدها تخرج إلى الحياة. وفي ذلك الوقت نملة الأم ليست موجودة، وإنما تحمل نفس الطابع، نفس الجينات الوراثية من نملة الأم، وتتبع نفس النهج في الحياة. كيف لك أن تفسر لي هذه دورة الحياة؟ هناك قصص أخرى، فهذا ما نسميه سر الحياة. هذا هو سر الحياة. تشيروكا كدي هي أوجي أوا ما هموا المالت خود تليسيت آر هبويدا يان برنج ما هبويا يان شيري نيدو قوتي ما هبوينا و هر خوارنا كديجي أسر قرتي أباقش أباراستي بشتي دسي مها كوتل جورا كيدا داني الناف قوتي شيرا نيدو دا كرم چيد بي الناف برنجي دا كيسك چيد بن كرمك چيد بن الناف برنجي جي دا كرمك چيد بن الناف تليسي ارجي دا الناف ارجي دا كيسكيت كچكوك چيد بن از نهش ويت برسم اف چاوا چيد بن. هناك
كلنا شهدنا بعيننا في كل زمان أو هناك كان لدينا في القرى والمدن أكياس من الطحين والرز. هذه الأكياس، أكياس الطحين والرز، كانت نقية إلى درجة بحيث من في الوقت الذي كنا نشتري تلك الأكياس ونجلبها إلى داخل بيوتنا، بعد فترة قليلة من توفر البيئة والحاضنة الحرارية المناسبة، إن لم تكن إن كان الجو ملائم، وفتحت كيس الطحين، لا رأيت بأن هناك نوع من الدود قد خلق نفسه بنفسه داخل الطحين بعدما هيئت له البيئة وعناصر البيئة الملائمة لخلق نفسه. فالسؤال لك، من أحضرت كيس الطحين كان نقي وخالي من أي شائبة، وبعد فترة وجيزة فتحت وعثرت على دود خلق نفسه في داخل كيس الطحين، كيف لك أن تفسر هذا السر من أسرار الحياة؟ شانو دنجي تقولهم؟ أو حقيقة أما أمد بيجن خدا الهرجة كده خرابون تيك بچون چيب بي خدا وخرابية وطاريكية ورشية ونخوشية جنافت با أفا أو چي روكا أم نكارن بيجن مروفاتي جي بلكي عينن بعيني شكلي چيبو يعني بهرنجة كده أفا نابي مال السرشانو بلكو من قلق چي روك آني نزمان كو مروفاتي جي نجوي تشتي دورا ورنگ بفيرنگي جي زيادة بو بيا ومروفاتي جي جوية كي رچي بو يا الگور فكاري ازداتي كو آغا بكا نخراب بكا. هذه الأفكار التي طرحناها هي أمثلة عملية عن تطور ونشوء الإنسان. هذه الروايات التي ذكرتها بس يا أستاذ رائد، لا أجزمها على لساني، ولكن قد تكون هذه الروايات شبيهة، وقد لابد أو قد كان الإنسان قد وجد وخلق بشكل وطريقة مشابهة. أنا لا حلو، جميل. ولكن أنا بس ليه تعليق يا أستاذ رائد، الفلسفة اللي بيحكي فيها الأستاذ شانو ممتازة ورائعة، ولكن هي حالات استثناء من الكل، بمعنى إن الحالات اللي هو ذكرها في الحيوان والنبات أولا هي مش منظومة منظمة لعملية الخلق وتناسل بشرية. الحيوان والنبات غير مكلفين، أما الإنسان مكلف، فمنظومة الخلق من البداية أو بداية التناسل البشرية من ذكر وأنثى منظومة منتظمة لا ريب فيها، ولكن بعض من الحالات زي خلق إنسان مشوه مثلا أو ولادة خلق مشوه إنسان مشوه، دي حالات نادرة. فالأستاذ شانو ضرب مثل بالحيوان والنبات، أما احنا بنتكلم على خلق الإنسان نفسه، فياريت إن هو ينوه هل خلق الإنسان في حالات أيضا هو ممكن أو أمثلة يطرحها علينا إن هي تقول إن طريقة الخلق تختلف عن الطريقة اللي ذكرتها الأديان الإبراهيمية أم لا؟ ثم هو أستاذ شانو ما جاوبنيش السيناريو المطروح في الديانة الإيزيدية، كيف تكاثرت البشرية؟ تفضل. هو برسيارة مي شانو أو أكو فلسفات بآني زمان فلسفة كقلك يا جوانا، بس حكر
تو هاتي او تو لبنري بفيرنجي سيستم جيانا يا آجلا سيستم جيانا يا كسكي نباتي وحيواني كو نس سيستمكي منظومك بريكو بيكا السر السر كنار الدنيا كو هاتي بيك كرن اجبر بس هاجرتو لبنري سيستم جيانا مروفان يانكو بشوكي جلكي يريكو بيك هاتي تشيكرن كو ام هكما بحسكر ام جوازيكا مزن لنافبرا مروفان ديا ولنافبرا اجلا وكسكي ونباتي ديا هكن ام بحسافي تشيروكي بكن اجبر في تشتي ام بيننكو مروفاتي بتشريكي زهف دبي و دزي و دبي قالك اجبر فيك از بيجم تا برسياره من هر ديسا از دي وغري مسر وي برسياره ياكو من بحث كريكو قالو از دي بهوريا از دايا كو تشاوا هست بيت كن او تشاوا مروف زا و زيده تربون مروفي ازداي بحورياوي چاوا بيتكا انهو زاينا مروف چاوا بو نم روفي ازداي نم روفي عرب نم روفي اوروبي نم روفي امريكي نم روفاتي بقشتي هيچ كسك نكاري برسبا بي برسي بدا مروفاتي بچه زيده بو يو چاوا زيده بي ام بحثا سیکس و جدبونه نکن که مروف به وزیدت به اول تشتکل ای رو دهی لیوکه چاوه مروف هاتی و چاوه زیده بویی و چه بونه مروف هیچ هزک نکاره به حقیقت وکه خور راست و راست بین زمان وکه چاوه کسکه که ناف ارده چید به و بدها کسکه دیج پیرا چید بنه هکه تجوان بپرسی هون چاوه چه بوینه یکش هموه نکاره وی برسی وی بده که انما خرابونه کل ناف آرده چه بویه لورا هم چه بوینه بلکی خرابونه کل دنیای ده چه بو بی و خدا ریا مروف ده هاتیه آبا بکه اول از داتیه ده بیجه ام چه بوینه ام خزمت ها جیانه بکن نکو ام جیانه خراب بکن بالنسبه لی السؤال الذي طرحته أستاذ محمد ليس هناك جواب بنعم أو ليس هناك إنسان أو بشر على وجه سطح الكرة الأرضية من علماء والرجال رجال دين ومؤرخين وكتاب وفلاسفة ومفكرين ليس هناك أحد إنسان يعلم كيف تناسلت البشرية ليس هناك جواب قطعي وليس هناك أحد يعلم بهذا السر الربوي وكما في المثال الذي ذكرته لك في تلك الدودة التي تخلق نفسها بنفسها في وسط أكياس الطحين والرز إن سألت تلك الدودة كيف خلقت نفسك أو سيكون الجواب لا أعرف ليس هناك من عالم داري أو عارف بكيفية تكوين وتناسل البشرية هذا شيء خارج حدود عقل الإنسان. طيب أستاذ. أما في الأزداهية نقول. نعم. أما مقولة في الأزداهية نقول. نعم. الخالق خلقنا لكي نخدم على الأرض ليس لكي نصلح الأرض ليس لكي نحدث دمارا وفسادا في الأرض. تمام. أوكي أستاذ رائد.
أستاذ رائد، أنا بشكر حضرتك كتير 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 على الترجمة الدقيقة، بشكر حضرتك على ثقافتك أستاذ شانو المفكر الجديد للديانة الإيزيدية وللإيزيديين، بشكر حضرتك كتير، بحييك وبهنيك يا أستاذ شانو إن أنت لديك أقطار ذهنية متسعة، نختلف معك أو نتفق معك ولكن أنت شخص تملك حرية الإرادة الفكرية وهذا سوف يحسب لك. بشكر كل السادة المشاهدين اللي تابعونا على البث المباشر واللي تابعونا في المنتديات واللي هيتابعوا الحلقة بعد نزولها، بشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للأستاذ رائد وللأستاذ شانو. السلام عليكم وتصبحوا على خير. دمباش بمين الخير. تحياتي المشاهدين الأكارم، ونعتذر عن أي خطأ غير مقصود في الترجمة، لأن